طبعا احنا متظاهرين من محافظه بابل، جئنا نقف مع اخواننا المتظاهرين في محافظه العراق وفي ساحه النصر هنا، وان شاء الله النصر قادم للعراق العظيم. حقيقة أن يتحول الحكم إلى حكم جمهوري بإذن الله تعالى، يعني تقريبا وراح نستمر ونبقى اليوم وأيام ولن ننسحب أبدا. احنا جايين من البصرة نوزع لبو التكتك والأسعاف بنزين مجانا، هذا أبسط شيء نوزع لبو التكتك، الله شاهد. نطالب بحقوقنا ونطالب بإزالة البرلمان طبعا، وإحنا طينا بعد شهداء وطينا جرحى، والله صار قاموا يذبون علينا قنابل مسيلة للدموع وإطلاقات نارية، طبعا ما حصلت علينا، بس مستمرين لحد قطع النفس، كبار وشباب وشياب ونساء طلعت من كافة المحافظات. والله مظاهرات سلمية وعفوية وشعب غيور وصعب بتوصفه كلمة، يعني المطالبات واضحة وصريحة، تغيير الوجوه كافة. بس أقول حكاية واحدة للحكومة، من يوم اللي اجيتوا للحكم فديوم فرحتوا الشعب، أعطيتوهم منحة، أعطيتوهم مساعدات، سويتوا لهم شيء بخير، أشو كله ظلم بظلم بظلم، تجي على المرور ياخذ منك، تجي على ابو الكهرباء مضاعف، تجي على كل شيء من الشعب ومن المواطن هو كلش تعبان. نرجو من كل الشباب الحفاظ على سلميه المظاهرات، ونرجو من كل بناتنا وحبيباتنا وخواتنا الله يبارك فيكم، كلكم طلعتوا والكليات والمعاهد والطلاب، ربي يحفظ العراق واهل الشرفاء، ربي يبارك بيكم ويحفظكم، وما نريد ولا واحد من هاي السلطه. الشعب بعد ما يتحمل، فيعني على رئيس الوزراء ان يقدم استقالته حقنا للدماء، لان هاي الشباب الحلوه قاعد تروح كافي، يعني ضحينا شباب راحت بداعش وشباب هسه بالمظاهرات، فكافي يعني احنا وطننا انسرق، هسه هاي الجماهير خرجت من اجل ارجاع الوطن، فتشوف هسه حتى طلاب الروضة وطلاب الابتدائية نستمر بالمظاهرات إلى أن تتحقق كافة المطالب، وهي رحيل رئيس الوزراء والغاء البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وبعد ذلك تتم انتخابات رئاسية من ريد أعضاء البرلمان. قائد وطن. قائد وطن؟ إيه. شو اسمك أنت؟ شو اسمك أنت؟ متابع موزي المعنى.